حسين لي جرح من جراحاتك أعظم. حسين أي جرح من جراحاتك أعظم، ومن أين لمحزون بها أن يتكلم. حسين أي جرح من جراحاتك أعظم، ومن أين لمحزون بها أن يتكلم. جراح تتعب الأين تفوق الكيف والكم. هل منها بقت جارحة لا تتألم. جراح هي أمثم بحزن تتبسم، لسان ذاك أمدام من علمه غيرك ما لم يكن يعلم. في أي جرح سيدي يسرح الفكر، من أي جرح يبتدى فهم كثر. بل هل بقت جانحة ما بها كسر. أهون جرح نابها دونه البحر. أي قلب أي صدر أي نحر وجبين. أي سهم أي رمح كان أقسى. يا حسين يا حسين. حسين أي جرح من جراحاتك أعظم، ومن أين لمحزون بها أن يتكلم. حسين أي جرح من جراحاتك أعظم، ومن أين لمحزون بها أن يتكلم. جراح تتعب الأين تفوق الكيف والكم. هل منها بقت جارحة لا تتألم. وهذا منحر أم كتاب يتحطم، ومحراب يهدم. هذا جسد كل جراح الدين معجم. كل جراحاتك يا سيدي عظمى. به فقط وقطع الارتباط من كل الفقهاء الآخرين، لأنهم منحرفون فسق خونة كل بدون استثناء. حسين أي جرح من جراحاتك أعظم. حسين أي جرح من جراحاتك أعظم، ومن أين لمحزون بها أن يتكلم. حسين أي جرح من جراحاتك أعظم، ومن أين لمحزون بها أن يتكلم. جراح تتعب الأين تفوق الكيف والكم. هل منها بقت جارحة لا تتألم. جراح هي أمثم بحزن تتبسم، لسان ذاك أمدام من علمه غيرك ما لم يكن يعلم. في أي جرح سيدي يسرح الفكر، من أي جرح يبتدى فهم كثر. بل هل بقت جانحة ما بها كسر. أهون جرح نابها دونه البحر. أي قلب أي صدر أي نحر وجبين. أي سهم أي رمح كان أقسى. يا حسين يا حسين. حسين أي جرح من جراحاتك أعظم، ومن أين لمحزون
جارحة لا تتألم. وهذا منحر أم كتاب يتحطم ومحراب يهدم. هذا جسد أم لجراح الدين معجم. كل جراحاتك يا